الخبر الاول اللي عدنا عن فضيحة انس الشايب وشن السبب خلافه ويا مايا اللي هي حبيبته القديمة. فعمار نزل هذا المقطع اللي فضح به انس الشايب، وحسب ما قال بالفيديو انه سبب خلافه ويا مايا هو كان انه انس الشايب يحاول يحرض مايا على اخواته. وطبعا اكو تسجيل ومحادثات دليل على هذا الموضوع، فرطكم هذا التسجيل اللي كان بانس الشايب يحرض مايا على اخواتها، وحتى صار يكفر بهذه المحادثة مثل ما شايفين ما راح اقدر اقراها. رطكم هذا الفويس اسمعوا شلون هو يحاول يحرض مايا على اخواتها. حرف اسمك عادي، يلا سلام، الله معك، حسابي الانستغرام تمام انا بدي اخذه، او بدي اهددك كمان، انا بدي اخذ حسابي الانستغرام، ويلا مع السلامه مع السلامه وشكرا لك يا مايا، وبدي اشوف شو خواتي بدهم ينفعوكي، واذا بعرف يوم من الايام مطلعها سيرت عند حدا ولا جايب سيرت قدام حدا، قدام شاب، قدام مره، قدام اي مخلوق خلقه. طبعا هذا المقطع كلش طويل يا حبايب، راح احط لكم اياه بالوصف، روحوا وصلوا عمارة 30,000 مشترك، عمودي نزل لنا المقطع اللي ورا بكلام خطير. وطبعا هل تتوقعوا انه ممكن انس الشايب يسوي بيسان نفسه اللي سواه ويا مايا، انه يحرض بيسان مثلا على امها؟ اكتبوا لي يا حبايب بالكومنتات شنو توقعاتكم هذا الموضوع، هل ممكن انه يصير هذا الشيء او لا؟ الخبر الثاني اللي عدنا عن مفاجآت اليوتيوبر، فأول يوتيوبر اللي عدنا هو مملكة القصص، وشو كنت راح تنزل اغنيته، ومن هي البنية اللي راح تكون موجودة وياي بالكليب؟ اكو هذه المعلومات، طارق الباشا نزل مقطع وسربهم، وسرب منه البنية راح تكون وياي، فاللي حاب يشوف مقطع ماي راح احط لكم اياه بالوصف، روحوا شوفوه بالكامل، ووصلوا اكبر عدد من اللايكات، خلينا نشوف حماسكم. أم بالنسبة شو كنت تنزل اغنية، فنزلت على حسابي بالانستغرام هذا البوست اللي كان بموعد الاغنية، اللي هي راح ينزل يوم الجمعة يعني بتاريخ 2/5. أما اليوتيوبر الثاني اللي عدنا فهو ريدر، فريدر نزل هذا المقطع على قناته باليوتيوب، واللي اعلن انه هو راح يسوي اغنية وراح تنزل يوم الجمعة، وبعدها ريدر نزل على حسابه بالانستغرام شويه ستوريات يرد بها على متابعين احمد ابو الرب اللي كانوا يتهجمون عليه باخر مقطع، راح احطكم هذه الستوريات تشوفوها. والله هذا الشيء على اخر فيديو نزلته اكو تعليقات عنصريه، اكو تعليقات يعني صدق ما عجبتني بصراحه، والعالم هذول ما يفهمون انه احنا نحاول ننزل لهم محتوى انه يسليهم يونسهم، او مثلا انه نصنع حماسه، انه مثل ما تشوفون اصلا اليوتيوب ملل صاير بصراحه يعني. بس يا اخي هذول العالم ابد ما حيصير تفكيرهم اوروبا، يشوف العالم مثلا برا عادي تصير بيناتهم دسات وفيديوهات وهاي، بس ما تصير بيناتهم عنصرية، يعني ماكو عنصرية باليوتيوب، ما تصير عنصرية باليوتيوب، لأنه يوتيوب هو مكان أصلاً أنه تبني محتوى بيه يونس العالم، يسوي حماس العالم، هذا الشيء هو الحلو باليوتيوب. أما مو أنه تسوي فيديوهات ملل وعنصرية بصراحة يعني. إذا أنت ما حاب تتباوع على شيء أو ما عجبك الفيديو تقدر تعطي ديسلايك وتطلع، أو تقدر أنه خلاص تطلع من الفيديو وما تشوفه ولا ترجع تشوفه. بس كل اللي يتابعوني يعرفون أنه أنا يعني احب انتقد بفكاهيه، واحنا الصراحه العراقيين كل الشقانه ثقيل يعني. على العموم لازم تشوفون الفيديو لانه بيه مفاجاه راح تنزل يوم الجمعه كلش حلوه، واللي هي هاليوم راح اقول لكم عليها شنو هي، انتظروها يوم الجمعه المفاجاه. واذا حابين تعرفون اكثر عن المفاجاه تقدرون تشوفون الفيديو حتى تعرفون شنو هي المفاجاه. اشوفكم على خير يوم الجمعه. الخبر الثالث اللي عدنا عرض محمد جواني على بيسان وانس الشايب بعد ما اعلنوا خطوبتهم. فانتشر هذا المقطع يا حبايب بالتيك توك، واللي كان بيجواني يغني لانس شايب وبيسان اسماعيل عن ما يخصفهم. طبعا الفيديو شويه قديم وكان مكتوب بيه وين الجبهه القصف الاخر، طلع من تركيا بس لوين وصل راح احط لكم هذا الستوري شوفوا. اسمع قالوا خطبتي يا قطه نجحت معاك الخطه، قالوا خطبتي يا قطه نجحت معاك الخطه، لما تحن رشيله ريحه اللي كانت حطه. فاكتبوا يا حبايب بالكومنتات شو رايكم بهذا الخبر باستهزاء جواني بانس وبيسان. الخبر الرابع اللي عدنا عن برهوم المراوي واستهزاء بنور مار. فبرهوم المراوي نزل هذا المقطع على قناته باليوتيوب، واللي كان فكرته انه يقلد البنات اليوتيوبر، وقلد كم بنيه بالفيديو بعدها حط نور مار. وطبعا صار يقول انه على اساس واحد من المتابعين هو اللي دزل هي، وطلع وصار يقلد نور مار بالصور مالته. وطبعا نفس الوقت هو طبعا كان يقلد احمد ابو الرب نفس الفكره مالته لما سواها بمقطع تقييم البنات المشاهير، يومها ابو الرب حط نور مار بالمقطع وصار تعرض لفايل من الهجوم، فلهذا اضطر انه يشيله. فاكتبوا لي يا حبايب بالكومنتات شو رايكم باستهزاء برهوم المعراوي بنور مار. الخبر الخامس اللي عدنا عن نارين بيوتي وفضيحه الشيرين بيوتي. فنارين بيوتي نزلت على حسابها بالانستغرام هذا الستوري، واللي كانت كاتبه بيه بدكم بوست فضايح الشيرين بيوتي. طبعا هذا الشيء بمناسبه عيد ميلادها، فكل عام بخير وعقبال الف سنه يا رب. وطبعا بعدها نارين بيوتي نزلت هذا البوست واللي كان بشويه فضايح، او نقدر نقول صور هي وشيرين بيوتي لما كانوا صغار وبعد ما كبروا، ونوعا ما يعني صور غريبه، وحتى سوت شويه فيديوهات من هي وقت كبيره، فرطكم هذه الفيديوهات هم شوفوها. وصلنا لمقطع من المقطع، عجبكم تحطون لايك، اشتركوا بالقناه، تشتركوا في زي ما قلت من القصص، وبس مع السلامه.